النهاردة الرئيس السيسي شهد خلال اجتماع بقيادات الدولة شدد على ضرورة متابعة الإجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر، حيث أكد الرئيس ضرورة تجديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيرا إلى رفض الدولة ما كان مطروحا من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 30% من أنواع الأدوية، فضلا عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية. وأكد الرئيس في هذا السياق على ضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالا على قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية في مصر. النهاردة كمان كان في كلام من الصيادلة بعقد جمعية عمومية لبحث اتخاذ قرار بالإضراب الجزئي، وهي بالفعل الجمعية العمومية تعقد الآن وغلق الصيدليات لفترات محددة، وهو ما قوبل بالرفض من الكثير من المتابعين واللي أولهم الحكومة وجانب من الصيادلة أنفسهم ممثلين في الغرفة التجارية اللي أصدرت بيان النهاردة أكدت فيه عدم جواز معاقبة أي صيدلي لا يلتزم بقرار الجمعية العمومية. وقالت الغرفة التجارية أن ما تهدد بها النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالإضراب ينبئ عن مخالفة صارحة للدستور وغضب لسلطة المحكمة المختصة. مجلس النواب بدوره تدخل لحل هذه الأزمة اللي تفاقمت بعد مطالبة الصيادلة لتوحيد أسعار الأدوية ومنع تداولها بسعرين على حد قولهم، مطالبين بهامش ربح تحدده الحكومة. وطبعا هنعرف تفاصيل وتطورات الأزمة من خلال ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو، وهنتكلم عن كل الأطراف من خلال تغطية حية على مدار الحلقة. بس